نزلنا الشارع وكاميرا يح كأن صورت مع الناس في الشارع ونشوف هم رأيهم إيه في حتة الفقد والفراق، ونرجع تاني للاستوديو مع محمد جلال. خليكم معنا. أختي عشان كانت أقرب حد ليا، حسيت بالوحدة بعد لما هي اتجوزت. هي المفروض كانت أقرب حد ليا قوي، كصديقة كأخت كل حاجة تقريبا، أسراري كلها معاها، بحكي لها كل حاجة. فطبعا أول ما اتجوزت حسيت بالوحدة، أنا عزلت تقريبا عن الناس ومبقاش ليا تواصل مع الناس كتير، فتقريبا فقدانها ده أثر فيا كتير قوي. حد كده كنت بحبه قوي وكان خاله ربنا يرحمه، فهو ده اللي خلاص يعني ربنا يرحمه، بس هو يعني في مكان أحسن إن شاء الله. يا جد والد أبويا دوت كان يعتبر اغلى حاجه عندي في الدنيا. مفيش بعد الام، هي اللي كانت وكنت عايش على النصايح بتاعتها وعلى يعني كان بتقول لي الدنيا هتبقى فيها ايه، وكان ليها نظر المستقبل كويسه، كانت بس بتعرفني. جدي ابو والدتي ده كان اهم حاجه في حياتي، يعني ده ممكن نقول الباور اللي كان بيدهوني كان بتبقى من ناحيته، دايما كان معايا في ظهري في كل حاجه، ما كنتش بحس باي صعاب في الحياه طول ما هو موجود. طبعا من ساعه ما هو توفى وانا حسيت ان انا ظهري اتكسر بمعنى الكلمه زي ما بيقولوا. والدي الله يرحمه يعني هو ده اللي انا مفتقده جدا يعني متوفى. والدي الله يرحمه الحقيقه بعد وفاته حسينا ان زي ما يكون في جبل على كتفنا. الحقيقه كان وجوده وجود الاب في اي بيت بيحسس الناس بالامان. والله هي عدت بصعوبه بس الحمد لله عدت على خير. والله بص، هو اكتر حاجه تخليك تقدر تتغلب على احزانك يعني ان انت تلهي نفسك في الشغل. حاولت اتعرف على الناس، بتعلم حاليا كوري، فده اللي تقريبا شغلني، بحاول اشغل وقتي باي حاجه. اني احاول اقرب من اولاده، من نسال عليهم، افضل قريبه من بابا وماما. فهو بس هو عامه قربي كله من بابايا ومامتي واخواتي الحمد لله. برضه ما اقدرش اقول ان انا قدرت اتغلب على فقدانه بشكل كبير، ولكن التزامات الانسان في الحياه بتحطه طول الوقت ان هو يعني يعني يجري عشان يحقق اللي هو عايزه. لا هو انا لحد الان ما تغلبتش على الاحساس ده، لاني هو يعني حاليا بتصعب على الناس لما بحس ان هو مش موجود معايا، بس بفضل افتكر الكلام اللي كان بيقعد يقوله لي، الوصايا اللي بيقعد يوصيني بيها دايما، لما يقعد يقول لي عايز اشوفك ناجحه، لما تبقي ناجحه اكتر هتفرحيني، بس فبحاول اعمل الحاجات اللي كانت بتفرحه وبعملها. لا لحد دلوقتي انا مفتقد فراقها طبعا، ومفيش حد يعوض عن الام، بس دي مشيئه ربنا سبحانه وتعالى بس. لكن حكايه اللي انا في حاجه معوضه، مفيش اي حاجه تعوض عن الام طبعا. الاحتواء من اللي حواليك، يعني تلاقي زوج حنين يطبطب عليك، تلاقي ام، تلاقي اخوات، بنبقى ايد واحده في عز الازمه، فبتلاقي كل اللي حواليك.